هو إرهابه فقط. مالك قد رد إليك، فأعد إلي جاريتي. Thank you.
ظهر ظالم على جوادي فجأة. دخل قصر الملك وهو على جواده؟ تماما. فما فعل الملك؟ لم يجرؤ على فعل شيء. كيف يجرؤ ورجال الأزد يحيطون به كما يحيط السوار بالمعصم؟ هذا الغلام منذ أحضرته لم يتكلم أبداً. ربما لم يعرف لغتنا بعد. أتساءل أحياناً أي ذنب اقترفه هذا الصغير حتى يباع ويشترى عبداً في الأسواق. بل قل ما ذنب أمه أن ينفطر قلبها حزناً على فراقه. أما زلت تفكر في أمر ظالم يا مولاي؟ لا لا، أفكر في الأزد كيف ينقلبون ساعة عن ساعة. لو أدركني الغضب وأمرت بقتل ظالم لانفضوا من حولي. إذن فعاجلهم بالمسير إلى سحار. هو الرأي إذن. غدا مع شروق الشمس نسير إلى سحار. نعم يا مولاي. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. ألم تأوي إلى الفراش يا ولدي؟ لا أشعر بالنعاس يا أبي، ولكني أفكر فيما حدث اليوم حين هم لقيط لقتلي. ليس هذا غريبا على الأسد يا ولدي، فهم الأهل والملاذ. أما سمعت بشعر حسان بن ثابت الشاعر الأزدي حين قال: ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي، ملوك وأبناء الملوك كأننا سواري نجوم طالعات بمشرقي. ما بك تنظر إلي هكذا وكأنك أول مرة تراني؟ خشيت ألا أراك ثانية. ولكن تساءلت هل سأقوى على الفراق؟ آه يا ميمون، لو شاهدت ظالما في مجلس الملك حين دخل كان الصمت يخيم على المكان، وكأنه الليث وقد كشر عن أنيابه، وكان وجه الملك ممتقعا أسود. أخذني من يدي وخرج بي دون أن يجرؤ أحد على النظر إليه. ألف سيدي منذ سنين طويلة، له شوكة لا تكسر. زلت خائفة؟ لقد ذهب عني خوفي حين شاهدتك في مجلس الملك يا مولاي. مولاي؟ هذه أول مرة تنادينني بمولاي، عادة تقولين لي ظالم. ليس بعد الأمر.
أصبحت مولاك إذن. أشكرك. هيا بنا. أي شعور هذا يغلف الفؤاد بستار وردي وكأنه ولد للتو؟ ما الأمر يا رباه؟ أهو الحب؟ أي حب هذا يجمع الضعيف مع القوي؟ لكنه الحب لا يفرق بين الجارية وسيدها. ليتني ما تزوجتك يا ميمون وبقيت جارية لظالم يغشاني كما يغشى زوجتها، فربما أنجبت له ابنا حرا يحمل بعض شمائلي. أما أنت فقد وهبتني جارية أخرى. سيدتي، ما الأمر يا رباب؟ حانت الصلاة. حسنا، أيقظي مولاك. الفجر يا مولاي. يا مرحبا بذكر الله. المعذرة يا مولاي.
أصبحتِ؟ رباب، ها، كيف أصبحتِ اليوم؟ بخير، بخير الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يبدو أن رجال الملك أزعجوك. هذا صحيح، وأنا مدينة بحياتي لمولاي ظالم. مولاك؟ ولماذا أنت مدينة لمولاك؟ قد خاطر بحياته لينقذني من قبضة لقيط. ولماذا يفعل ذلك؟ أيلقي الرجل بنفسه في التهلكة من أجل جارية؟ أفيقي يا رباب، أفيقي وأزيلي تلك الغشاوة عن عينيك. فظالم لم يخاطر بنفسه من أجلك. من أجل من إذن؟ من أجله هو، كي يحفظ ماء وجهه وهو من وجهاء الأسد. ثم أنك رفضت معاشرته كواحدة من جواريه. صحيح. وقد زوجك ميمونا نزولا عند رغبتك، والمرأة المتزوجة إذا نظرت إلى غير زوجها نظرة اشتهاء فقئت عينها. هيا يا رجال، تفرقوا واجمعوا الزكاة. عمي، هو من يريد الخلوص، أليس كذلك يا مهلب؟ بلى. عد إلى فراشك يا مهلب. لماذا يا أمه؟ ما زلت تعبا يا ولدي، هيا عد إلى فراشك. ماذا هناك؟ ما الأمر؟ ألا يكفي ما عانينا في المرة الأولى يا ظالم؟ إلى أين تأخذه يا أبي؟ إلى المؤدب. هيا دعي، تعال. سميت المعلقات بهذا الاسم لأنها كالعقود النفيسة تعلق بالأذهان، وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على ستار الكعبة قبل مجيء الإسلام. واليوم سنحفظ معلقة طرفة بن العبد الذي يقول في بدايتها: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. أبدع طرفة فيما ذهب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا لك يا مولاتي، هكذا يكون الرجل أو لا يكون. كل هيا كل. Thank you.
أصابكم؟ لماذا تفعلون هذا؟ ما بكم يا قوم؟ ألا تخجل من نفسك يا حذيفة وأنت منا؟ على رسلك يا جاسر وأخبرني ما الأمر. ألا تخجل من نفسك وأنت تأخذ أموالنا ونحن قومك حتى ترسلها إلى أبي بكر في المدينة؟ لا، أنا لا أفعل هذا. فمنذ أن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ صدقات أغنيائكم وأرضها إلى فقرائكم. ما لنا بك حاجة بعد اليوم؟ فنحن أدرى بفقرائنا وأغنيائنا من أبي بكر وجنده. أتمتنعون عن أداء فريضة وهي ركن من أركان الإسلام؟ نعم، وإن دبع كلها على هذا. فامضي إلى صاحبك وأخبره بالأمر. سيقاتلكم وتدفعونها صاغرين، وأنا لا أريد لكم هذا وأنتم قومي. لسنا قومك إن بقيت على سلب أموالنا. هيا يا رجال. أما زلت هنا؟ كنت أحسبك في السوق مع مولاي. سألحق به بعد قليل. ما الأمر؟ لا شيء، لكن في الصباح رأيتك تنظرين إلى مولاي ظالم وتتبسمين. حق، وهل ذلك غريب؟ لا أبدا، خصوصا بأنه قد خطر بحياته من أجل أن ينقذك. صحيح، وماذا بعد؟ لا أدري. هل قلت ما يضحك؟ أتغار علي؟ أليس من حق الزوج أن يغار على زوجته؟ أنت أحمق إذن. أحمق؟ طبعا. أتغار علي من مولاي ومملاك؟ لقد اشترانا ظالم بحر ماله، هو السيد ونحن العبيد. أنا وأنت عبيد. إذا كان الأمر كذلك تبسمي له كما تشائين. قولي لا يحتاج إلى تأويل. يقول لك مولاي الملك لقيط، إما أن تعتلي فرسك وتحمل سيفك، وإما أن تعيد المال ليدفعه لرجل آخر أكثر منك ولاء ويفتدي الملك بنفسه. كما يشاء مولاك، المال في الداخل، مر رجالك بأخذه وانصرفه. والهدية إن كنت تذكر. وهل أنسى ساعة الشيطان التي أطعت فيها مولاك؟ الهدية مع المال. ادعو لنا بالنصر إذا. خذ مالك وانصرف. أجئت شامتا؟ بل جئت مباركا.
فلقد اعتقت نفسك من براثن الشر. حتى انت ايها اللعين اتصدق لم يجد منذ صاحبت لقيط. لك الحق، لا تروق لي الفكرة، فأنا في حقيقة الأمر أخشى غضب أمي. اسمع، اسأله، قل إنك أنت من أردت ركوب الفرس دون علمي. كيف استطعت الحصول عليها؟ سألت لقيطا أن يبيعني إياها فوهبها لي. اقتربي يا عيناق. عيناق اسم جميل. قيل لي إنك تعرفين لغة الإغريق. أحسب هذا يا مولاي. هل تمانعين إن صرت في بعض جوالي؟ كما يشاء مولاي جاسر. آه، ما قولك يا جاسر؟ قد وهبتك إياها، امضي معه. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكتاب يتحدث عن حكمة أهل اليونان القدماء. أكملي أكملي. كتب هنا أن التسامح بين الناس هو معيار التقدم والرقي، وأن الاختلاف بين الأفكار والاعتقادات والمذاهب لا يدعو إلى الكره والعنف، بل إلى تجاذب الآراء وتطويرها والبناء عليها. وحده الشر يدفع الإنسان للصراع. وتقول الآلهة. يكفي يكفي. ماذا هناك يا أبي؟ أما سمعت ما قالت؟ قطع هذا الكتاب وبيعه ذهبا لتطرد روح الشيطان التي تسكنه. ولكن يا أبي هذا كتاب. أقسمت عليك أن تفعل كما تشاء يا أبي. يقول هنا إن ما يربط عناصر الكون جميعا بعضها ببعض هو المحبة والرحمة، وما يفرقها الكره والظلم، وإن السعادة لا تجتمع لرجل لا يعرف الرحم ولم يداعب الحب قلبه حتى لو كان يسكن قصرا حجارته من ذهب، ومتعة الذات في العلم ومساعدة الآخرين، أن تسعد فقيراً وترسم على وجهه الابتسامة خير لك من أن تبني ألف معبد. سيدي، هل تريدني أن أذهب به إلى بائع المجوهرات والنفاس؟ علني أجد من يشتري. لا، سألك أبي، قل له إننا بعنا هذا الكتاب ووضعنا ثمنه في التجارة. أريد أن أعرف كل كلمة فيه. تابعي يا عيناق. وكان الوليد واسع الثراء كأبيك أيضا، كان يرفض أن تضرم نار غير ناره لإطعام الناس في موسم الحج وسوق عكاظ، وكان يقاتل بسيفين. بسيفين؟ بسيفين معا. ما بكي؟ تأخر ميمون، طلبت منه إحضار بعض الحاجيات. وظالم أيضاً تأخر. كنت لا ترغبين بي
جارية لمولاي. أرحل. هذا شأنك، أنت صاحبة القرار، وقد أخبرتك بهذا حين اشتراك مولاك زوجي. فهل يضرك أن يطلقني ميمون لأفرغ لمولاي كجارية ليس إلا حقا؟ يبدو أن ساعة رحيلك قد حانت يا رباب، فاجمعي متاعك يا جارية. ما الذي تقولينه؟ ما سمعت. خذ الجارية وبعها في السوق واشتري لنا غيرها. لماذا؟ ماذا فعلت؟ لا شيء، لا شيء سوى أنني لا أطيق رؤيتها بعد الليلة. كنت أظن أنك تحبينها. وقد خاب ظنك. ما الذنب الذي اقترفته هذه الجارية لكي تكرهيها إلى هذا الحد؟ الجارية تحبك، تحبين مولاي ظالم؟ أجل، وأتيه فيه عشقا، لكنك زوجة ميمون. سأرغمه على أن يطلقني، فما عاد قلبي يتسع لرجل غير ظالم. سأخبره الآن بذلك. تحبين مولاي ظالم إلى مبارك عليك هذا الحب. تسخر مني؟ لا لا أبدا، ولكنك في الصباح كنت تتحدثين بلغة العبيد. لا يفرق الهوى بين عبد وحر، فكلاهما بشر، قلوبهم في الصدور تهوى دون عذر. وطالما أعطاني سيدي طوال هذه السنوات، وما حسبت أنه سيأتي يوم ويأخذ مني شيئا. ليس له في ذلك شأن، فهو لا يعلم. لا يعلم أنني أحبه. إن شئت أنا أخبره. وتطلقني. أنت محرمة علي منذ هذه اللحظة. كأنني قلت لك ما يضحكك. أول مرة أسمع فيها بأن حرة تغار من جاري. ما بالك يا امرأة؟ أقول لك أنها تحبك، تحبك كما تحب الحرة، تحسب أنك أنقذتها من لقيط محبة وشوقا. وأنت تعلمين أنني فعلت لا محبة ولا شوقا. ثم إنها زوجة ميمون،
سأحدثها في الأمر أمامك وأمام ميمون. أواثقة أنك تريدين الزواج بي؟ نعم، فهل تقبل بي زوجة؟ أجل أجل، ولكن لما لا تبقين جارية تحت قدمي مولاي؟ هذا خير لك من الزواج بمملوك مثلي. بل أن أكون زوجة خير عندي من أن أكون جارية. تحدثي يا رباب. أريد أن أكون جارية لك ولك وحدك. ولماذا؟ لأني أحبك. لكني لا أحبك ولا رغبة لي بك. إما أن تبقي زوجة لميمون كواحدة منا، وإلا